صفع على الوجه والسب بقى الأم والأب وتوقيع غرامة مالية قدرها 300,000 جنيه ووصول الأمر للنيابة. آخر تطورات أزمة اللاعب حسين الشحات والتي قام بها بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي وغيرها من التفاصيل التي نكشف عنها في هذه التغطية. بالفعل أقيمت المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز والمؤجلة من الجولة 28 لبطولة الدوري الممتاز مساء أمس الأحد، وخسر بالفعل الأهلي أمام بيراميدز ليحقق بيراميدز 3 أهداف مقابل لا شيء، وتعتبر هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الأهلي. وحاول الأهلي إشراك العديد من اللاعبين الشباب لكن المباراة كان التوتر بها سيد الموقف، بالإضافة إلى الإهدار المتعمد للوقت على مرأى ومسمع من حكم المباراة أيضا. ولم يحسن أيضا حكم المباراة السيطرة على المباراة بالشكل اللازم أو التدخل لحماية لاعبي الأهلي من الاحتكاك المتعمد، ولذلك قام اللاعب حسين الشحات بالدخول في مشادة مع اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن بعد المباراة وتجاوز في حقه أيضا. وانتشر بالفعل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للخناقة وحقق الفيديو ملايين المشاهدات، وظهر خلاله الشحات بيصفع الشيبي على وجهه، وزاد ذلك من غضب الجماهير الذين طلبوا بمعاقبة الشحات على رد فعله. وقام بالفعل السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بتوقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن بالنادي الأهلي، كما قام أيضا اللاعب محمد الشيبي ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نفسه بتصعيد شكوته ضد اللاعب أو لاعب الأهلي حسين الشحات بسبب ما ارتكبوا في حقه بعد المباراة. وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز بأن قرار تقديم بلاغ ضد الشحات في النيابة بتعدي عليه وتهديده بالإصابة مرفق بفيديوهات والتي تم تصويرها بالفعل. وينوي أيضا الشيبي أن يستعين بكافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه بالضرب على المغربي بعد المباراة أيضا. وبسبب هذه الوقعة قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها 300,000 جنيه على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب وقع تجاوزه في حق محمد الشيبي. وكشف الشيبي عن ما تم داخل الخناقة وقال من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام انه تعرض للسب بالأم والأب وتم تهديده بكسر قدمه. وأكد أيضا الشيبي أن هذا التهديد يعتبر تهديد لمسيرته في كرة القدم وفي الدوري المصري، كما تحدث أيضا عن فيديو الصلح وقال أن فيديو الصلح تم تصويره أمام الصحفيين بعد معرفة الشحات بأن فيديو تطوله عليه قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل. أيضا وسائل الإعلام المغربية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الوقعة، وشنت وسائل الإعلام المغربية هجوما كبيرا على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد اعتداءه بالضرب على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز خلال المواجهة التي جمعت بينهما بالدوري المصري الممتاز. يعني ووصفت بعض المواقع والصحف الإعلامية المغربية البارزة الأمر على أنه تصرف غير أخلاقي ومشين من قبل لاعب النادي الأهلي، وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الشيبي من أجل استرداد حقه بعد التعدي عليه. الصحف المغربية أيضا ربطت أحداث المباريات حيث خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية أمام فريق الوداد المغربي، لذلك وصفت الصحف المغربية ما حدث بأنه استمرارا لرفض الأهلي الخسارة أمام كل ما هو مغربي. كان ذلك في إشارة إلى خسارة الفريق الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية أمام فريق الوداد المغربي ورد فعل إدارة الأهلي بعد ذلك على المباراة. كشف أيضا محمد الشيبي تجاوزات حسين الشحات وأيضا جماهير الأهلي ضده، وأشار إلى أن لاعب الأهلي هدده بإنهاء مسيرته الكروية في الملعب، بجانب أيضا تجاوزات جماهير الأهلي في حقه خلال مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي وفريق بيراميدز.
وللأسف يعني العقوبات أو عقوبات شديدة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة. تنتظر الشحات بسبب هذه الوقعة وقيام الشحات بصفع الشيبي لاعب نادي بيراميدز في المباراة، ووفقا للائحة المسابقات في اتحاد الكرة في وقعة صفع حسين الشحات لاعب الأهلي لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز أنه في حالة محاولة الاعتداء يتم إيقاف 3 مباريات وغرامة 20,000 جنيه، ولو حدث سباب بين الطرفين تزيد العقوبة إلى الإيقاف 4 مباريات وأيضا غرامة حوالي 20,000 جنيه. أما في المادة 106 من لائحة المسابقات التي تنص على أنه في حالة ارتكاب أكثر من مخالفة في مباراة واحدة تؤخذ العقوبة الأشد، أي إيقاف حسين الشحات 4 مباريات وأيضا غرامة 20,000 جنيه. ومن ناحية نادي بيراميدز صدر بيان أكد فيه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي قررت بالفعل تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وذلك بسبب التعدي المشين على الظهير الأيمن المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي بعد مباراة الفريقين في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة. كشف أيضا المدير الرياضي عن أن النادي سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها كافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي من النص، كما قام اللاعب حسين الشحات بالتعدي على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، خاصة وأنه تكرر مع أداء اللاعب في السوبر المصري بالإمارات ولم يتخذ اتحاد الكرة أو لجانه أي قرارات بحق لاعبي الأهلي. وأكد أيضا المدير الرياضي أنه سيطالب في الشكوى توقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات، خاصة وإن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي. أشار أيضا إلى أن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور. أيضا كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي بسبب أخطائه وقراراته الغريبة خلال اللقاء بالفعل. أيضا الجدير بالذكر أن كل هذه المطالبات جاءت بعد قيام حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بالاعتذار لمحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد وقوع اشتباك بينهما بعد نهاية مباراة الأهلي وفريق بيراميدز أيضا. وقام الشحات بالتوجه برفقة شقيقه في وجود هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز واعتذر إلى اللاعب المغربي لفريق بيراميدز محمد الشيبي أيضا، ولكن مصادر داخل نادي بيراميدز كشفت عن أن وكيل اللاعب المغربي محمد الشيبي أجرى اتصالات بمسؤولي السفارة المغربية في القاهرة من أجل تقديم بلاغ جنائي ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بسبب تعديه عليه وتهديده وترويعه خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري. أوضح أيضا أخيرا المصدر أن اللاعب قرر التوجه للنيابة العامة برفقة محامي السفارة المغربية لتقديم بلاغ جنائي ضد اللاعب الذي تعدى عليه، وذلك موثق بالفيديوهات بجانب تهديده وسبه بالألفاظ الخارجة. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.